Me parece que en eso hoy sí hemos fallado ahí. El partido anterior no fue así. طبعا المباراة هذه بالنسبة للمباراة هذه طبعا بشاطرك الرأي، لكن المباريات السابقة يعني ما تكرر أخطاء زي هذه اللي أنت تفضلت فيها. هي جملة عملية تخريج الكرة. أنا بقول لا، أنت دحين تبي تأخذ جزئية فمعناته نبدأ هادي بالذات في خط الخلف اليوم بالذات. اليوم نعم. فواز القرني، أنا بقول جملة أخطاء من ضمنها الخطأ اللي بيصير اليوم بالذات في الخطوط الخلفية، كان في استمرار بداية من فواز القرني وربعي خط. نعم، مو بشاطرك الرأي من هذا. بيتفق نعم. مع طيب. نعم. نعم. الجزئية الثانية تتعلق الاستغلال أو الاستفادة من الكرات الثابتة. الفريق بتتاح له ضربات زاوية، بتتاح له فاولات، وما بيستغل الاستغلال الأمثل. Y no se aprovechan los balones parados, o sea, falta, corner, y nunca se aprovechan esto. Es verdad. نعم، صحيح. طيب، أنا شيل اللاعب محمود كهربا. أنا perdón, va a preguntar siempre. هو بيسأل يعني حضرتك دائما اللي حتسأل. Porque claro, لا تختصر كده كل الأسئلة يعني يكون أفضل. طيب أوكي. أنا طلبت إني أسأل وهو ده يعني هو معترض على. لا 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 أسأل. تفضل أخوي تفضل معلش. طيب أنا بجيت محمود كهربا. نعم. محمود كهربا من مباراة إلى أخرى يثبت إنه هو اللاعب الأسود داخل الفريق، لا يستطيع إنه يتعامل معه كمدرب، ويبدو إنه هناك في أمور بينه وبين محمود كهربا لا يستطيع إنه هو يبعده عن الفريق. Porque claro. Caraba se ve que es la oveja negra del equipo, bueno, por llamarle así, el hombre negro del equipo, y parece ser que hay problemas personales entre usted y él, y usted por no echarle... Ninguno. من ناحية إنه في مشاكل ما بينه وبين الكوتش، هذا الكلام أبداً غير صحيح. لو أنت لا قرر أسي تنمو بروبلمة. وده حابب يسأل نفس اللاعب، أبداً. Porque usted no es capaz de tomar una decisión con Caraba. ¿Cuál decisión? Es قرار مثلا زي ايش مثلا. Yo creo que Caraba tiene que jugar. Caraba juega mal. Yo creo que Caraba tiene que jugar. El coach. Yo creo que Caraba tiene que jugar. El coach بيفكر وبيعتقد ان Caraba دائما لازم يلعب. En el partido anterior. في المباراة السابقة. El de los tres delanteros. من الثلاثة المهاجمين. El mejor fue Caraba. كان الأفضل كهربا. Y yo creo que Caraba tiene que jugar. وبيعتقد انه كهربا دائما لازم يلعب. Para mí es mejor que el resto. كهربا لاعب كبير وبيصنع الفارق. Entonces si usted quiere tomar una decisión, usted debería ser el entrenador y no yo. واذا مع احترامنا الشديد لك حابب تتخذ مع كهربا قرار في النهايه خذ مكان الكوتش. Porque el que considera que Caraba no debe jugar es usted, no yo. Yo considero que Caraba debe jugar. اتخذ هذا القرار حضرتك الكوتش لا ما بيوافقك الراي وبقول لك لا كهربا دائما لازم يلعب. Y si está bien Caraba. وإذا كهربا y si está bien, مستوى cuando digo está bien, sano. إحنا بنتكلم إنه كهربا في مستوى من الناحية التوفيق في إنهاء الهجمات va a seguir jugando. حيستمر في اللعب okay. Para que se acabe la discusión de Caraba. عشان ننهي موضوع كهربا ناخذ سؤال ثاني.